بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأخوات في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بمهات سكالي تبارك وتعالى الله إنو النعمي نعموين فربضاً وأن لا تركوبي كريم سيد إلهي القرآن الكريم كان أوشيغي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إلهي نعموين كيزادات ترسان مكوبي كرتان الله سمهد بوليهي وأنا مضيهي إن نمهد عرينوه وأن أمانوه ربك أن تبارك وتعالى إلهي نعموين كيسا وحا أغو قالسا أغو مهمسا أغو قيمة بدن نعمة الدين تا إسلام نعمة نعمة إلهي وحو سيادتك دورتي أو كليه الدنيا دو سي نعموين كيدو دتك واكرد حيان وإلهي قال كنواسيا مسلم كنواسيا سيد قراك ينوو شاقي كل نميد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. نعمة الدين تسى وحي خاص كنت هددك إلهي دورتي إلهي تعلي سيد إلهي قرآك ينوشي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله وحليه أدوم ذي ذا وحان كدورتي كوة عند حلسيي قرآك كريمك مركوا النعمة قد تلماميسة جعيلك إلهي دور الشديسة إيين إلهي تبارك وتعالى أكتيسة الخير وراك بدن كل هذا. الحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. إلهي وما هذا سكالة تبارك وتعالى دين تن إلهي إن السيئي ولا ليال مسلمين تومين قد قي والدين لو قلت لك قلي بني آدم كو إنو كل يبانو تدك هايستا إلي حسلوني يراحو يدقنا شك هلا الدون كان إني كل راح يستان آخرنا الراحة دي ويني إلهي رديه سيئة شندا إني كو قاران وحكم إذا نلشن الدنيا ذا سيدا أي دين تو النظام سي وقابي سي وهاجاتي سي هدين لورا دتكو الليبانية مجتمع أما دتكو بن آدم كو حكاكوبي هاي فردي وهل روحة قويسكا ولو الروح هي كبدنا نين يحاسك نينك يحاسك عرورتها هي مجتمع بلشدة هي دولدة أما شعبك يصيب الله لا يقرن ينقوني كل دين تينو نظام بيودجس شرعه وحيودجسي نظام كي يكسع الله نلو شورنا إن الدين تاني ما مشابه إلهي أسودجي دين تن إسلام كا ما هاد دين قوني كو أن نلاش قيب كم ده بل إلهي وحوسه ده شيء إن نلاش أردن يدو ما مشه هذا فردي تهاي هذا قيس تهاي هذا بلشة تهاي هذا الدولة تهاي دين ترى إلهي أقول تلاقي له إن الدستور يا قانون يا نظام كي معمول لها إن النقطة إلهي أقول ما تلاقي لين داد مسلمين و إيمان له و إلهي الرميسان و آخر الرميسان و أنبياء يا ملائكة الرميسان و قدر كإلهي الرميسان كتاب كإلهي تبارك وتعالى انتهي هايستان هذا إن أي نظام يكالي يا دستور يكالي يا نقم مكالي سوقاتان إلهي قمت تلقلين الله وحوقو تلقلي دين تن كامل كاه
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله بايدي تبارك وتعالى ما أنت دينتي نيدين لما يستري ودين لما يستري وحبك ما دمنا نعمة دينا كركي نكون لما يستري إسلام نمضنا أن رالي دين كان نقض الدين هان مرك الدين لما يستران ونلول شيء أو نظام لما يستران لود شيء سيدي ربك تبارك وتعالى حقي سأدو قدن لهي سيدي آد مخلوق حقي سأدو قدن لهي حقي رسول كان صلى الله عليه وآله وسلم حق لبدا والد حق درسك حق يحقوق ذا لبدا إسقبته حق عرورته أي والدك كليهين حقوق ذا والد كليه المهء كليه حقوق ذا أمضو إسكله ذا هاي ودين الحقوق واي سيدة أصدرات يتبع النبي جاي نوح صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى أعطى كل ذي حق حقه إلهي عد والبء حق لحق سوسيي ودين عدالتك صليسا ودين أن روح الظلمين علشان جنسيس والرق لما ستبرسي لما سمعي إنه الرق يهي لما سيئ ودمرنا دمرنا لما الظلمي وفقير ومسكين لوغو ما يستاغو وتاجر ومدحوين حقوق سيادة اللهم سيو ودين عد والبحق يساسي سيوه بوسكم النار لكتيوه دين تاسا إله إنو سودكي تبارك وتعالى لوغو تلقلي إنان كل يبانو أدون كان نلال وناكسانو دقان إنو نكون نولانو آخرانا إنه نكوكو ليس أنه إله رضيه سيئة شنديس تبارك وتعالى وحيا لها مركة دين تن قده هوين النظام كا بلاران دا چيسي اي وحوال با سيستم كي النظام كا قد دا چيسي حتى وحكا لإسكده اي نلوش قيبها اغير اغير اي نظام قد دا چيسي وكي حديث كي أبو داود يأي صوصارين سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وارضاه صحابي قاس قل يهودا وحيكوي لهذين لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء أو الخراء نبي قيل إنه وح كستو إذن بري حتى سيدات حاجد أقود الله إذن بمعنى حتى مركز مسقوشة قشان سوريا قشان سيدات حاجد أقود الله إذن بو إذن بري مركز أوحي لسلمان أجل ورمبو إذن ها وحونا بري النبي صلى الله عليه وسلم مر كان مسقوش قال إنه محل آخرنا يا سحة كذا اللوج جدنا يا سيد اللي سجلنا ذي فينا يا مر كان لقى صباح محل آخرنا يا وحونا بري بيقول صح معنى هذا وحويان دين تا إن برتاي مسقوش يسولي جا سيد اللوج حاجة جدنا لها نلاش أنت هذه كله إني كتكتي صورة قلبها وحير متشرو وحوين متشرو إلا النظام بكذيكس قيبها مرك النظام كيوديكس وحا كمي ذو قيبها أقوم همسان كمي ذا قويسك قويسك حير بالودكي قويسك النظام بالودكي إلا قويسك مرك الله أساسي وقور كرعي ولبض الروح إسقور سنة إسدورانا يعني إلهام مركز على جسوب الله سيدابو نينكو هواني دي نلاش الله وداعي لهاي سيدابو كحولنا يا سيدابي قبرنو نينك نلاش الله وداعي سي كحولنا يسا صفاتك شروطه قابك شروع بكديش إلهام مركز جور كدعي إلهام مركز جوري قال لي سوي ماتو إلهام مركز نلاش الله وداعي إلى عرور مركة اعتماده إلى حتى أسك مركة ليس أسيو أي شروع كديس حتى مركة ليس أسو كدب أسك كدب أحكام بكسيديس والله وذي روحه إسقبي كان حيس مركة قويسك ما دام أوي هاي
bulkeetiga ama asaaska mujtamaca uu yahay baa laga dadaalay. Sidaas daraaddeed guryaheennu haddaynu rabno inay noqdaan guryo degan, guryo xasiloon, guryo lagu raaxaysto, guryo caruurtuna ku degto, caruur khayr badani ka timaado, labada ruux ee ku wada noolna ay noqdaan laba ruux oo nolol degan ku wada nool, waxaa laga maarmaan ah guryaheenna inaynu ku dhaqno shuruucda Ilaahay soo dejiyey tabaaraka watacaala, nidaamkii Ilaahay ugu talagalay. Wax walba haddii nidaamkii loogu talagalay uu garab maro, waa kharibnaa, dhib baana lagala kulmaa. Qaabkii Ilaahay ugu talagalay shaygu markuu ku socdana, masaalixdii Ilaahay ugu talagalay baa ka dhalata, wanaag badan baa laga gaadhaa. Sidaas daraaddeed guryaheenna waa inay noqdaan guryo ku socda sharciga Ilaahay tabaaraka watacaala. Allah tabaaraka watacaala wuxuu ka dhigay rag iyo dumarku inay isguursadaan oo ay kulmaan sababta bini aadamka jiritaankiisa ku salaysan. Markii Ilaahay aadam uu abuuray calayhi wacala nabiyina salaatu wasalaam, nebi aadam aabbaheen, Ilaahay wuxuu ka abuuray isaga laftiisa ayuu wuxuu ka abuuray xaaskiisi xawaa, jirkiisa laga abuuray. sida qur-aanku inoo sheegayo, waxaa jirkiisa looga abuuray labadan jinsi, rag iyo dumarku, inay isu dunmaan, inay isweheshadaan, inay isku xasilaan. jirkaagii qayb ka mida waay. hadduu noqon lahaa jinsi kale meel kale ka soo jeeda, waxaa adkaan lahayd inay isfahmaan, inay isweheshadaan, inay iskeenaan baa adkaan lahayd. Allah tabaaraka watacaala marka wuxuu ka rabaa guryuhu inay noqdaan guryo xasiloon. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الله آياتك سواوي وحا كمدة رقي الضمر كينو أبوري إنو الضمر كرقة كأبوري سي أي سكو حسلان لتسكنوا إليها وحسلوني ودقنانشو والراحو. markaasaa alla wuxuu yeelay labadii ruuxi isqabay dhexdooda mawadda waraxma, kalgacayl iyo isjacayl iyo isku kalsooni, cid kaloo ka dhaxaysa ayna jirin. labada ruux ee guriga wada jooga nolosha wadaagayay, jacayl waxaa ka dhexeeya iyo kalgacayl uusan cid kale ka dhexayn. allah wuxuu yihi tabaaraka watacaala, iyo naxariis, waa isu naxariisanayaan, waa isu danqanayaan. noloshii ay wadaagayeen ayaa marna jacayl iyo naxariisa, marna intay jacaylkii weydo iyo kalgacalkiiba waxay noqonaysaa in lagu wada joogo naxariis iyo isuturid. isuturid iyo naxariis ayay marna noqonaysaa. say ku imaanaysaa waxay ku imaanaysaa xuquuqda laysku leeyahay in la ilaaliyo. xuquuqdu waxay u qaybsantaa saddex qaybood. mid ragga iyo dumarkaba waa laga rabaa, hooyada guriga leh iyo odayga guriga labadaba waa laga rabaa, way ka dhaxaysaa. xuquuq waa qaybta labaade, ninkaa laga rabaayo xaaskaa ku leh. qaybta saddexaad waa xuquuq uu ninku leeyahay oo xaaskiisa ku leeyahay. saddexdaasay noqotaa. xuquuqda ka dhaxaysa ee labada dhinacba laga rabo inay la yimaadaan waxaa ka mida in ay labadooduba ku dadaalaan ruuxa kale inuu ixtiraamo, in lays ixtiraamo, in lays qadariyo, in ruuxa kula jooga nolosha kula wadaagaya qalbigiisa aada ilaaliso, inaad ixtiraam siiso, inaadan ku xadgudbin, inaad ku kalsoon tahay oodan shaki iyo tuhmo ku gelin. haweeneyduna ninkeeda inay ku kalsoon tahay, ninkuna xaaskiisa uu ku kalsoon yahay. shaki iyo waswaas inuusan gurigaaga kaa gelin. in aad ku dadaasho marka kalgacaylku idinka dhexeeyana kalgacaylkaasi inuu noqdo xidhiirka isku kiin xidhaya. haddii kalgacaylkii iyo jacaylkii cishqigu uu daciifana
naxariis iyo isuturid sida aayaddu inoo tilmaantay in lagu wada noolaado. xuquuqdaasi waxaa ka mid ah labadaba la doonayo inay ilaaliyaan midba midka kale xuquuqda uu ku leeyahay in uu ka soo baxo oo iska ilaaliyo. maxaa yeelay haddii uu ninku xadka iyo xuduuddii shareecadu u dejisay uu dhaafo, ama haweeneydu xuquuqdii lagu lahaa ay gudan weydo xuduuddeeda dhaafto, gurigu meeshuu ku burburaya halkaa waa. allah tabaaraka watacaala wuxuu inoo sheegay labada ruux ee gurigu ka dhexeeyo nolosha wadaagaysa labadooduba inay xaq isku leeyihiin, laakiin ragga hal darajo oo dheeraada la siiyey. wuxuu rabbi qur-aanka ku yidhi walahunna mithlu alladii calayhinna bilmacruuf walirijaali calayhinna daraja, dumarku waxay leeyihiin xaqa iyaga lagu leeyahay mid la miday leeyihiin. u fiirso sida qur-aanku ka cabiray, walahunna mithlu alladii calayhinna bilmacruuf, midka iyaga lagu leeyahay oo si wanaagsan loogu leeyahay mid la miday iyaguna leeyihiin, oo ragga ay wada joogaan ay ku leeyihiin. qur-aanku wuxuu ka cabiray almithliya, tamaathulka waxaa la yidhaahdaa isku mid, xuquuqdan xaggan jirta mid le-eg baa xagga jirta. markaasaa ilaahay tabaaraka watacaala hal qodob oo dheeraada oo maslaxadu keentay buu cabiray walirijaali calayhinna daraja, raggu hal darajo ayay gooni u leeyihiin oo xuquuqda laysku leeyahay siyaada ka ah. darajadaasi maxay tahay? darajadaasi daruurada iyo duruuftaa keentay. gurigu ma jiri karo mana dhaqmi karo haddaan darajadaasi jirin. maxay tahay darajadaasi? waa midda aayad kale ilaahay ku sheego, alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wa bima anfaquu, waa guriga iyo kala dambayntiisa iyo mas-uuliyaddiisa iyo ismaqalkiisa. taana waxay ku salaysan tahay sideedaba bini aadam wax wadaagaya oo nololi ka dhaxayso oo shaqi ka dhaxayso oo aan kala dambayn iyo nidaam lahayn ma socon karto, ma dhici karto. labada ruux gurigaa ka dhexeeya, caruurtii baa ka dhexaysa, noloshii bay wadaagayaan, awoodna waa siman yihiin, ma soconayso. laba awoodood oo siman oo hal meel isugu yimid ma wada soconayaan, qoorta isla gelayaan, kadibna guriga waa burburaya. sidaas daraaddeed la kala dambaynta sida loo ilaaliyo ayaa ilaahay wuxuu yidhi walirijaali calayhinna daraja, darajadaasi waa darajada qawaamada, waa toosinta, waa amarka, waa go-aanka ugu dambeeya, waa guriga kala dambayntiisa. hadday qodobkaasi lumo oo ay noqoto yacni anta amiirun wa ana amiir, haa adiguna madax baa tahay aniguna madaxa baan ahay, oo kala dambayntii gurigu waayo, markaasi gurigaasi wuxuu isu bedelayaa jaxiim, nolol cadaab ah oo kadeed ah oo rafaad ah, oo islaantiina ku rafaado odaygiina ku rafaadu noqonaya. saas daraaddeed gurigu waa inuu kala dambayn yeesho. halkaa qodob marka laga reebo inta kale ilaahay wuxuu yidhi tabaaraka watacaala walahunna mithlu alladii calayhinna bilmacruuf, xagganna waxaa jira xuquuq baa lagu leeyahay, waajibaadna waa saarayahay, dhankanna xuquuq baa lagu leeyahay, waajibaadna waa saarayahay. si kooban haddaan u tilmaano, xuquuqda haweeneyda ama xaaska lagu leeyahay ninkeedu ku leeyahay waxaa kow ka ah in ay ninkeeda amarkiisa yeesho, inay ka dambayso. dabcan amarkiisa la yeelayo waa amarka aan shareecada khilaafsanayn. mar walba ninka amarkiisa iyo waalidka amarkiisa iyo madaxda amarkooda sharcigaa ka sarreeya, waxa lagaga amar qaadanayo waa wixii aan shareecada khilaafsanayn. laakiin gurigiisu u kala dambeyn u helo oo nidaam ugu socdo oo loogu nasto oo loogu raaxaysto, guriga waa inay noqdo guri lagu kala dambeeyo. waa midda ilaahay qur-aanka kariimka ku sheegay, fasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilgaybi bima xafida allah, ilaahay markuu dumarka ammaanayay wuxuu ku ammaanay dumarka saalixaadka waan wanaagsanay, ilaahay jecel yahay
وقانتات وحاي إلهي نوي أطيعان إلهي جي أبورتي زوج كودا يرق كودا نوي أطيعان ويكدم بيان ويكأمر قاتان إسكومت هاجان لما فعل تمان ويكدم بيان بالي تبارك وتعالى قانتات مركب إن أي نين كذا كدم بيس إن احترامته صح وحي قريقا كو سابسن يهوليه سا سيدا في يعني وإن لقوضة تشهده ونكو حاس كيسا رأيي سيو وطلد اللوذاقو سيدا إله المؤمنين تكسي في وأمرهم الشورى بينهم أرن كود ووضة تشي أرمها المسلمين تسيدا وضب قويس هي مجتمع هي الندام إيو يعني وحي وإن لقوضة تشهده ورسين يلا محاكو لقو من أرنتنا سودرستي بل رأيك هل الرقرقو لأن وحو الرأي بدن بلغي أما إنه كتير هو يدى قريقة وغضيك كم مقيها بعدها كاريس نبي قينا صلوات ربي وسلام عليه السيرة دي سمر كان أخرينو وحصوب حي الدمر بدن وعقل إلهي يعني وحو يان ميزان كأوسيي ميلف رب بدن لا انتفاع صديب حصوب حي سيدة سدرادي والا وضا تشن قريقة أرنتي سالغة تشن محو هاي ودي دي سالغة تشن عرورتي بالغة تشن نولوشي بالغة تشن لكن قوانك كما الدنبايستا وإنو ميلو كوحر ماتيرو واسيدة الدولادة عداركتينو كالي دولادو حدي اونتشين عيد او قد دنبايسا او قوانك او قد دنبايسا لين ماتيري كرتو بل إلهي كون كان عدار كيسان ايد لسان ايد نظامسان الله تبارك وتعالى إنو حل إله حل اللي مامولا يو وحا لوغا ديجي دليل لوغا ديجي إنو حال نظام ku socdo sheygu hal nidaam hadii la doonayo inuu ku socdo oosan isardinin oosan iska hor imaanin hadii la doonayo wa in hal jahama mushawa law kana fihi ma alahatu illa allah la fasadata kaun kani hadu hal ilaha kabadan u lahaan laha oo ilaahay farabadan iyo awoodo farabadan ay wada maamuli lahaayeen wuu fasadi laha waxaynu arki lahayn saan u joogno قرح ذي وإله لتجي ميد إله الله عرّي يا yeah. صمدي ميد بعدين عقاصتي نلقي ميد بعدين عشف صدي الضامدي والله كلا ضرير صدي يا yeah. وحي وخرمي وحي أنت اللي سكوب صدي اللي قد قال لهمي صمينا نارجنين سيد هذا مذا حدا الدنيا دو سمايا دولتنا أو دسنا واحد أركي سكتوك اللي أنت إسقابتين مذا حدا إسقابتي دولتي إسقابتي ميد بعدين الله قال لهمي دلكي بابوربورة يا أمدي بارفادة سمعك هنا يا لأن أودها لسكوها استا كون كاني إنو هل إله ليه هايو مامولو أو كتاليو أبورتي وحالوغو قرانايا هل نظام بكو صعودا كوريغو مركو هل نظام بكو صعودا واتشيريا فسادكو كبد بادايا خلافكو كبد بادايا نبكو كبد بادايا هو يدا مسلمات دا مركا وإيني فهانتو قوري دقن حسلون عروتي كو كورتو كو بربارتو وحواناكسيني كسو بوحو channel lagu kasbado adduunka lagu raaxaysto hada doonayso guriga kala dambeyntiisa ku dadaa qodobkaasi wali waa qodobka gaaladu inaga la dagaalamayso waa gaalada iyo munaafiqiinta la socday ee ay tarbiyeysteen waxay ku dadaalayaan wax way guriga inay burburiyaan oo ay ka soo galaan oo yiraahdaan ma nin baa ku gumaysani ha ma seebad guriga ugu joogseebad uga amar qaadani isku taag xuquuqdaada ilaash iska dhici iska dhici وحلى إذا هذا إن رجي الضمر كي علان لقى ده أبوره أو يجي قرط اللي سوق ليه أو اللي إذا هذا محوه هاي جوري يقنبا كونفليكت قرط اللي سكولة شرا هواين إذا نينكي بسكا إلالين نينكي هواين إذا بسكا إلالين وسيستم كرجال بيت كهستي قال هذا كو أي كبر برين واي حسد واي وحين نجا حستيان أنا جا إن مجتمعات كنا جد سينهين كريها نجد سينهين حسلوني راح كو هاي صرنا هو يدي كو احترامن تهي علمه كو كوريان ايوغو واناكسن اوديغي كو نسيه وكو ريحاسن ايو تنا حسد كهيا وحي دوريا جيت كي مرين اينا مريان وللأسف وحاو اديغا يا دومر اي الرق اي صوت توابرتين او كات لغان ايا محو اهاي حقوق دا دومر كا حقوق دا دومر كا حقوق دا دومر كا صح دومر كو وبنيادن الهي ابو ري حقوق ذا إليهن ترقوا كلوية مركا
qodobo maslaxadu ay keentay noloshuna qasab ay tahay inay jirto qur-aanku uu ka soo reebay sida saxdii waxa weye walahunna mithlu aladii calayhinna bilmacruuf marka waxa weeye guryaha ku kala dambeeya haweenayda ninkeeda isku taagta oo guriga kala dambeyntiisa aan ilaalinin waa haweeneyna naashisada la yidhaahdo waa naashiso waa ahlu naar naashiso waa ahlu naar sidaas daraaddeed ayaa qur-aanka kariimka ah mas'aladaasi soo celceliyey gurigiisu u kala dambeeyo midda labaad weeye nabigeennu sala allahu calayhi waalihi wasalam axaadiis fara badan buu ku amray gabdhaha muslimaadka iyo dumarku inay guriga nidaamkiisa iyo kala dambeyntiisa ilaaliyaan aayaddii hadda aynu akhriyeynay baa ka mid a fasaalixaatu qaanitaat salaaxa iyo wanaagga dumarka guryaha leh waa inay raggooda adeecaan xadiidkii nabigu sal alay wasalam sidoo kale wuxuu ahaa haweenayda shanteeda salaadood tukata bisheeda ramadaanna soonta xubinkeeda tarankana xifdida oo zinada iyo fuxshiga xumaanta iska ilaalisa zawjkeedana adeecda oo gurigeeda kala dambeyntiisa ku dadaasha maalinta qiyaamada waxaa lagu dhahayaa iridaha jannada midkaa doonta ka gal malufiirsada soo nicmo weyn maaha soo barwaaqo maaha iridaha jannada kaa doonta ka gal in lagu yidhaahdo maxay ku xidhan tahay gurigaaga inaad kala dambeyntiisa ilaaliso waa taacad sawjahaa ninkeeda adeecda oo ka dambaysa marka wax way xuquuqda lagugu leeyahay taasaa ka mid a waxaa ka mid ah xaafidaatun lilkayb gurigii in aad ilaaliso wixii u baahnaa in la ilaaliyo guriga sirtiisa ilaali guriga waxa lagugu dhiibay ilaali guriga qaybta kaaga soo agaagtay mas-uuliyaddeeda ilaali adiga naftaada iyo jirkaaga iyo cirdigaaga iyo gogosha guriga ilaali xaafidaatun lilkayb gaar ahaan markuu odaygu kaa maqan yahay odaygii baa maqan gurigii adaa jooga mas-uuliyaddii baa ku saaran naftaadana way kaa saarantahay inaad ilaaliso ilmihii iyo gurigiina inaad xifdidood ilaalisaa ku saaran waa xuquuqda lagugu leeyahay ayay ka mid tahay sidaas daraaddeed baa nabigeenu sal alay wasalam wuxuu yidhi haweenaydii ninkeedii oo ka maqan diilkeedii iyo masruufkeedii waxay ku noolahaydlahaydna siiyey haddana baxdaaye oo mas-uuliyaddii guriga dayacdaaye hanjabaad adag iyo goodi adag baa ku soo aroray waa halis sidaas daraaddeed guriga waa inaad xifdidaan sirta ilaahay idin dhiibay waxaa ka mid a guriga sirtiisa bannaanka looma bixiyo gogasha sirteeda bannaanka looma saaro cid kale lagalama sheekaysto dumarka imtixaanka ay qabaan baa waxay ka mid tahay meel marka laysugu yimaado lagu shaah cabahayo waxaa laysaga sheekeeyaa guryaha iyo asraartooda ya waaba lagu shaah cabaaba war sax ma aha haa gurigu sir buu leeyahay ninku guriga sirtiisa inuu bannaanka geeyo sax maa haweenayduna guriga sirtiisa inay bannaanka geysa maa gurigu sir buu leeyahy waa inay surta xataa waxaa laga cabiro fiirsada guriga markii uu muxuu ahaay xataa labada ruux markay isku dhacaan xataa guriga sirtii u qarsooneyd isku dhacaasi waa inuusan bannaanka u saarin waxaa la doonayaa si ay u iraashanaato sirta gurigu u xifdisnaato waxaa la doonayaa wixii khilaaf ee yimaada dhexdiina ka heshiiya bannaankaysan u bixin haddaad ka maarmi weydaan dadka ehelka ah fabacuu xakama min ahli waxakama min ahliha dad ehel ah oo guriga sirtiisa idiin ilaalin karaya oo maslaxo ka shaqaynaya dadkaa raadiya bannaanka u saarina markay bannaanka u baxayso waa mar laga quustay oo laga samro waxba laga qaban karayn markaasay maxkamad iyo aadaa bannaanka inta ka horeysa guriga iyo sirtiisa iyo wadajirkiisa in la ilaaliyo wa marka inaad xifdidaan wixii ilaahay idin amray inaad xifdidaan oo guriga iyo sirtiisa iyo masaalixdiisa iyo danihiis waxaa ka mid a guriga mas-uuliyadda aad ka hayso haddaad hooyadii tahay khayaamin khayaanada iska ilaali ammaanaad haysaa caruurtu waa ammaano naftaadu waa ammaano gogoshu waa ammaano gurigu waa ammaano
ديلك هو أمانه أمانة ذا إلالي أمانة ذا إلالي هكو تكري فالين هكو تكري فالين أمانة ذا لقودي بي هخيامين إلهي خيانة ذا متشعلا حتى بني آدم كعادي قال أنا تخيانت الله متشعلا المرة إلهي ما أقول حتى قال هذا إلا خيام الله ما أقول وحكا لسكناف حتى قال هذا قولي قاقا يسكبداي نين قاقا يسكبداي خيانة ذا إلهي متشعلا إيا مكري مركا وحوي إنا لقدوي الله لاب ونكشخيش وقولي قصاد وكشخيس الله يتكشخيش وبيلك القولي بهي آد محوى قولي كرني ستو آد حول كسما يستو آد حول كالي سنتوق كلاب ماشي كوي ألبا سنتوق كالي ماشي للربي كالسوني إيو قولي قهلا وضع نسو هلا وضع كوريو وابل كلا شخيسان يابا موحاسا قولي كجري الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم وكينوشي لابد الروح وحكرنا حيسا حدي أمانة إلاليان حيسو عديان سي كالسونية وحكوة ضوتان إلهي تبارك وتعالى وحكرنا حي وأبركيا وحو ضوى الله بركيا لكن هذا بيان إسو شيغان وإس خيامان وحا أي وذاقيان بركة على قادة كوريكي بركة مالي عرورتي بركة مالي والوغو كذيدين هاي أداك الشقي ساس دراديد كوريه إنه خيانة ما كوريه إنه مال إسكو خيامة ما نيكون غير كيسة ما خيامة أيضاً نينك هذا ما خيانته وعدتك إسكو كلسوني بنا وعدتك واحد بوداق لها وحكرنا حيسة سر أن عدك لك نحين سر أن هو يدك على نحين أن أبها كالا نحين بانينك كالا نحيس حقيقة هو هذا سيدو كالاتو وحسن هو يدي لو ذاكرين أبيه لو ذاكرين إلميه سوسن لو ذاكرين بأذي كل لو ذاكر وحين مضان تاي مركا كريه إنه كالسوني داس إذا كانوا شاهس حسلوني داس إنه يشان وحي كوي ما نيسا حقوق ذا إلالية وحكم إذا قريقا سيد النبي صلى الله عليه وسلم حديث كي حجة الوداع وكوشا يغي حقوق ذا اللي قوله يدو مركا وحكم إذا إنه يسن كريقا وإدمن عد ننكو ديدين هاي هدي أكيد هذا جوري جاز هبل مسوا قلي كرو أما هبل مسوا قلي كرت وين هذا زوج قلي لي هنا تشالنج لسا ما يسونين كتير ما هو يسوق قلي ما هو سوق قلي أم عارف تامرك يا حق أكوجولي هبل كم تهاي إن هذا جوشي سأود لجين كوري جيسنا سوق قلي سن عدونا رالك هاي حقوق لقولي حقوق ذا أكوجولي هاي أي كم تهاي oo haaska lagu leeyahay maxay ilaahay noqoto in guriga cid walba iska soo gasho ninku wuxuu ilaashanayaa cirdigiisa wuxuu ilaashanayaa sharafkiisa wuxuu ilaashanayaa gabdhihiisa wuxuu ilaashanayaa gogoshiisa wuxuu ilaashanayaa haaskiisa mas'uuliyad ba ka saaray mas'uuliyadii ka saarayd buu ilaashanayaa sax la marabo ninku inuu masuul bisirow noqdo masirow shaki badan oo cudur ku noqdo marka dambe oo yiraahdaan meeshan yaa maray oo halkan maxaa dhacay ومشن راد باقالي وكبا مشن يالي وغوشو ساكا مرغان كتاك سيدن ومو أولي ومشن ياسوه قالي وعذر كاس وغيره دي يما سير كشريعاتو دي ديوه لكن واحد لدونيا صح إن دينكا يعني واحوي زي سيقا اد مروال با كو كالميسو كوري كان سيدو كو إلاشان الله حقوق دي سان الله حفظين لها وحاكم بدا مسؤوليات كا هو يدو إلى ذي وحقوق ذا اللي يقوله هي عرورتا تربية ذا قيبتا كا أدن إني قادته نبي جانو صلى الله عليه وسلم مركو لها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وحو نبي صلى الله عليه وسلم ولا مرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها هو إني ذو نين كذا قريقي سي مسؤول كتا يدا سقى الله دري إلى هي الرعيي وأنا لو يدين دون أبان التقيامة ومسؤولة عن رعيتها قريقا يساد الله نقنته يساد الله نقضه إلهي هرتي سمعني انت قيامة السؤال بكوتا سيداس دراديت إنا تكريها حفددان إلى لسان حقوق ذا قدتان وحكم ذا حقوق ذا سي حقوق ذا قوشة كم ذا يا قريقا هدي اللي يسكو يمد الملا كالقنال الربا شهوة دي اللي يسكو قدان ربا وحال الربا حقوق ذا قوشة إنا ننك هاقا تمكيني سو نبي جن وحول صلى الله عليه وسلم هواني دي ننكاد وقوشة وقويانو او دي دا هبين كاسي ملائكتا وعرض
ayaa malaa'igtaa lacanadaan dhihila. Hadday sidaasi ku socotana ilaahay bay la kulantaa isagoo u xadhiisaya. Marka waxa weeye gogasha khaasatan dumarka soomaalida ah meelaha aada looga calaacalay ka mid tahay. Yaa raggii calaacal badan bay keeneen, calaacal fara badan iyo dacwo badan baa timid oo gogasha ku saabsan, gogasha ha la iska hagaaji oo meesha xiyaar looma imaanine. Ninka in uusan u hawoonin meel kale waa inaad ka shaqayso. Dumar fara badan baa aada waxay ugu cabanayaan, ninkii wuu guursaday, wuu iga tegey, ima imaanahayo, ee wuxuu rabay haddaad u diidto soo tegi maayo. Ha, wuxuu rabay haddaad u diiddo ama ku cuna qabatayso, ninka wuxuu raasani jaanaskiisu raasani ugu roonow. Yaa ugu roonow si aad u ceshato oo ninka u xakamayso. Ha, waa xuquuqda muhiimka ee shareecadu aada u cuslaysay bay ka mid tahay. Guryaheenna Allah inoo barakeeyo, laakiin guryuhu waxay ku barakoobayaan markaynu raacno jidkii shareecadu inoo sheegta. Xuquuqahaasi waa waxyaalaha laydinku leeyahay. Maxaad idinku leedihin? xuquuqdaad leedihin maxay tahay? Walahunna mithlu aladii calayhinna bilmacruuf. Markuu qur-aanku yidhi xaqa lagu leeyahay mid lamiday leeyahay. Xaqa aad ku leedihiin raggiinna waxaa ka mida oo kow ka ah in ay idinkula mucaamaloodaan mucaamalo wanaagsan. wacaashiruuhunna bilmacruuf waa la yidhi tabaaraka watacaalaa, dumarka dhaqan wanaagsan kula dhaqmaa. wuxuu nabigeenu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, khayrukum khayrukum liahlihi waana khayrukum liahlihi waana khayrukum liahli. Raggii buu nabigu la hadlayay sal alayhi wasalam, wuxuu ku yidhi ka idinku fiican raggii haddaad tihiin idinku khayr badan waa ninka reerkiisa ugu khayr badan. aniguna waxaan ahay nabi maxamed ahay ninka ehelkiisa ugu khayr badan waa aniga, buu nabi uri sallallahu alayhi wasallam. Dumarka markuu tilmaamaya dabeecadooda iyo ilaahay siduu u abuuray iyo khasaaista ay ragga kaga duwan yihiin, nebigu wuxuu ka cabiray sallallahu alayhi wasallam in feel qarloocan laga abuuray, haddaad isku dayday inaad toosana waad jebin. Feel qarlooc loo abuuray ma toosto, waad jebin, buu nabi uri sallallahu alayhi wasallam. Haddaad isku dayday inaad toosiso, jebinteeduna waa furitaankeeda. fastawsu binisaai khayran, buu nabi sallallahu alayhi wasallam. Dumarka khayr u dardaarma, khayr kula dhaqma, dhaqanka wanaajiya, u dabacsanaada, u naxariista, nabigu sallallahu alayhi wasallam aad buu uga dardaarma. Ha, maalin maalmaha ka mid a ayaa dumarkii magaaladii waxaa soo baxday dumarkii in ragga isku taageen oo guryihiiba inay burburaan qarka usa oo qaar badan halis ku jiraan. Markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu idmay oo fasaxay in dumarka raggooda markay isku taagaan edbiyaan. Markaasaa raggii intay jaaniskii ka faa'iidaysteen ba waxay bilaabeen in dumarka garaacaan. Dumar badan oo la garaacay oo dacwo ah baa nebiga u yimid sallallahu alayhi wasallam. Markay dacwadii ku badatay buu nebigu la hadlay raggii, war dacwadii baa badatay, dumarkii garaacis bay ka cabanayaan. laysa ulaa'ikum bikhiyaarikum, nabi sallallahu alayhi wasallam, kuwaas dumarkooda garaacayay akhyaartiina maaha, buu nabi sallallahu alayhi wasallam. akhyaar maaha buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam. Bimacnaa waxa weeyaan yacni diintani ilaahay tabaaraka watacaala dumarka waa ku karaameeyey, ilaahay waa ku sharfay, xuquuq buu siiyey, caqligoodaa la sharfay, jidhkoodaa la sharfay, cirdigooda iyo sharafkoodaa la sharfay. inaysan dhaawac yar gaadhin ayaa diintu ku dadaashay. waa bini aadan karaamo leh oo xuquuq leh. baynamaa waagii hore wixii la doono laga samayn jiray jaahiliyadii, iyagoo nool oo gabdho oo soo korayo ubax ah baa inta la qabtaa dhulka hoostiisa la gelin jiray oo la aasi jiray. markii ay yacni wax weeye dhaxal ay yeeshaan, dhaxalka waa laga qadin jiray, bal iyagaaba la dhaxli jirayba, waxaynu hadda dumaasha dhahno. yaa beeshii la rabay ninkeedii dhintay inay dhaxasho ayadii baaba loo soo fadhiisanba waa la dhaxli. yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tarithuu nisaa karha. war mu'miniinti oo ilaahay idiinma xalayn inaad dumarka dhaxashaan, qasab inaad ku dhaxashaan. sax, haweenayda laga dhintay hadday iyadu rabto inay ninka ehelkiisii guursato khiyaar bay leedahay, laakiin in la yidhahdo maya meel kale ma mari karto, waa inaad aniga guursato oo mid ardaala xataa lagu qasbo maya. waa xuquuqda, dhaxal mayna lahaan jirin, dhaxal baa la siiyey. gurigaa lagu dulmin jiray xuquuq ilaalisaa loo sameeyey.
diintani waa idin karaabaysa. suurada dhan ayaa magacyadiina xambaarsan, ya suuratu nisaa. miyaad qur-aanku aragteen suuratu rijaal? ya suuratu rijaal qur-aanka miyay ku jirta? may kuma jirto, wax suuratu rijaal la yidhahdo ma jirto. laakiin waxaa jirta suuratu nisaa. sidaas daraaddeed allah baa idin karaameeyey, allaha idin sharfee idin karaameeyey. waxaa la doonayaa inaad idinkuna uu noqdo shukrigiinnu inaad shareecadii uu idinku karaameeyey ilaalisaan, guryaheenna ilaalisaan, xuquuqda aada leedihiin. marka waxaa ka mid a dhaqan wanaag, sidii nabigeennu sal alla alay wasalam ummadda ku tarbiyey, xaasaskiisa ula dhaqmi jiray, dhaqan wanaagsan iyo mucaasharo wanaagsan in laydinkula dhaqmo, oo naxariis iyo dabacsanaan iyo kalgacayl iyo nuglaan leh. waxaa ka mid ah xuquuqda aad leedihiin xuquuqda masruufka iyo marashada iyo maskanka. lama dhihin gurigii la deganaa haweenayda adiguna 50% keen, ninkiiyona 50% keen, sida gaalada caddaanka iyo reer galbeedku hadda yihiin. ninku hadduu bakeeri keeno bakeeri guriga, ayaduna waa inay saxankii keento. waa gaalada caddaanka ee hadda layna doonayna ku dayanno. hadday iyadu firaashka keento, isaguna waa inuu sariirta keeno. lama dhihin, shareecadan u fiirsada. waxaa la yidhi ninka adaa mas-uulka ah, gurigii diyaari, gabadhii masruuf, caruurteedii masruuf, marashadii iyo dharkiisii markay jirto daawee, asagaa mas-uulka ah. adugu ama cirka keen ama dhulka keen ama meeshaa doonta gal, reerkani aduu mas-uuliyadiisa ku saaran yahay. ka horna marka guriga la dhisayo, adeer guriga wixii lagugu imaan lahaa ku diyaari, diyaari wixii lagugu imaan lahaa. intaa keliya maahe, gurigii intaad diyaarisood gogashii diyaariso, haddana gabadha mehersii. war xageed ku aragteen waxaasoo ka ya meherna sii, xataa hadday taajiro tahay, taajirad hadday tahay, adiguna faqiir tahay, mehersii. xoolo iyaga u khaasa waay. xataa hadday taajiro tahay isaguna faqiir yahay, reerka inuu iyadu ay masruufto laazim kuma aha. xoolaheeda ninkeeda way ku sadaqaysan kartaa, ilmaheeda way ku sadaqaysan kartaa, laakiin waa ixsaan iyo samafal iyo wanaag waa laazim ah. ya waa kii cabdillahi bin mascuud xaaskiisa sadaqay damacday inay la baxdo. markaasuu cabdillaahi wuxuu ku yidhi, aniga caruurtaada ayaa mudan, aniga caruurtaa mudane nasii waxan aad meel kale usii wado. markaasa waxay tiri, maya sadaqaan u rabaa na annagay nagu baxdaaye nasii maya. ilaa nebiga uu tago sal alla alay wasalam, rasuulkay u timi, waxaa lagu yidhi rasuulka ilaahayow, zaynab baa kuu joogta inay soo gasho rabto. ayuu zayaani bihi, waa zaynabtee, zaynabooyinku way badan yihin, waa tee buu nebi sal alla alay wasalam. imraatu cabdillahi bin mascuud, xaaskii cabdillahi bin mascuud waay, ha soo gasho buu nebi sal alla alay wasalam. markaasa waxay tiri rasuulka ilaahayow, inaan wax sadaqaystaan damcay. kadibna ninkaygii cabdullaahi baa igu dhago, wuxuu yidhi aniga caruurtaa mudana nasii, maxaan sameeyaa? nebigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam, waa runtii, waa runtii, waxaad wax siiso ninkaaga iyo caruurtaada ugu mudan. soo maaragtay, laazim kuma aha. cabdullaahi waxba ma haysta markaa, laakiin xaaskiisa waxa lahayd. u fiirsada masruufka iyo marashada iyo reerkan iyo dhaqankiisa iyo gurigiisa iyo ninkaa laga rabaa, waa mas-uuliyad ragga la saaray waay. haddaad adigu caawinayso ood kaalmaynayso, waa khayr allaha ku siiyo, waa ducaysan tahay. iskaalmayntu iyo wax isla qabashadu meesha waa ku jirta, laakiin xuquuq marka la yidhaahdo hala kala qeexa hadday noqoto, xaqaasi raggu saaran yahay. waxaa ka mid ah xuquuqda ay dumarku raggooda ku leeyihiin sidoo kale xuquuqda gogosha, baahideeda gogosha inuu daboolo inta tabartiisa, inuu xaqa gogosha uu bixiyo kolba intuu kari karayo. waxaa ka mid ah xuquuqda aad ku leedihiin, aad ragga ku leedihiin, waxaa ka mid ah inuu sharafkiina iyo cirdigaaga inuu ilaaliyo, ku difaaco. ilaa heer shareecadu waxay gaadhsiinaysaa
نينكا أسقو عردقي سي ريركي سي الدفاعي هدي اللي لو شهيد يا من قتل دون أهله فهو شهيد بنبي صلى الله عليه وسلم إلى هير وحال قارية إنو نينكو ريركي سي قيسكي سي إن حمال لغو سميه وكحيقو إن لدلو أو دقالمو أو دقالمو يا شرفت هذا إيو غرامة هذا إيو يو إلالين يا سيداس درادت وشريع عقابك وحودكتي حق وحي قيح ذي حقوق ذي الدمر كلهاين لن كان وحي دكتي حقوقي رجل هاين لحظة وحي دكتي حقوق ذا إذن كان حيسا هدي حقوق ذا سيلا إلاليو ودين عيادا ككلا إيمان إيسا كريهن وحي نقونا يان قرية دقن كريهن لغو حسلو كريهن نولل وناكسن كريهن لغو راحيستو كريهن مشكلة لهاين صح من مركة غير كود بني آدم بالي مشكلة دواسك صوبة حيسا لكن هذا حل بشريعة وصديس عندنا يعني الذين قدروا هذه خلاف ما دقوري خلاف صاقلو سلوا حليا خلاف كوحكي ما دا أما ننكي بلقوا هي حقوق ذي أما هويني ذي بلقوا هي حقوق ذي أما واحد دع كرتبة دم يعدي بسكين ويدي الأرواح والجنود المجندة أبو نبي صلى الله عليه وسلم إن آدم كأرواح ذي سواء إذا ما كله وحلقي يا بلال بروح و دبي عدود اسفهانته و روح دود اسقادته لبا روحنا اني كلا بودان و اسقاده وياه سومااليد و خيلهدان لبد ند جين با علا لبد ند جين با علا واخ جين علا ما جيرين ارواح دينا اسكين وياه دبي عدي با اسكين ويدي ماركاسو كلا هدي غورغي يعني واخ وي ارنتاس كو دحدو ما لو باهي كو و خو باهنت ان لا سو صبرو يا ماشي هو قدام إذا لقى ما قبته ولا يسوس صبرة ولا يسود القاتة خير بدهم بقى كذا صبر كأي دلقات كهذي جو أركيا إن حقوقي كام قنته واحد ربت إنا ذن هاي سنين أيها ذن الدنيا إنا صبرته إن الله مع الصابرين وحبلام بو إله كسيني إم سهويو لب بدهم كسر صبرتي كوري الرفات كيسو كسر صبرتي وذيك حقوق ذي كم غنيت كسر صبرتي إله خير بدهم كسي وهناك بدن آخرية شننا أي كه شيء رضا إلهي كو قادي عرور بركة إسان إلهي كسية تبارك وتعالى يا صبر كي صبرتي يا أبا القد وناكسان إلهي الدنيا آخر وكسيني مركة قريوه صبر بيكود سيه مركة لقاي ما هذا إسكالك عائلك إيا النحاريستا صبر بيكود سيه قريوه وإن ليسو صبرو ليسو تلقاتو بنا أنا كان أركا إسان بدبدا بعد بوليه بدبا إلهي سيبه وآبوري سيدا وجهي أن نصور كي سوك للدوية أو ميدب كان نوكل الدوية ما ضبع عدى نوكل الدوانت. ساس درادة بني آدم بالله هاي وكل بني آدم خطا قف كنا بدن ترون ترادة لنا بدن وحيلا بدن بع حد بدن بينو جد بينا مركب واحد يدلقات بينو بانس. حديد دلقات كيل وايو ليسو صبري وايو حالكم حوية حال كاسي وحوي مركب كعمل جيل تير هوس بالله دقاي هوس وحو حلستا. يا وده هلا شكيستا تشدا وحصلح ليا لنعيا بدن كفيريا عروتي ودور كآدي دونتا هو يدي وقرب نقن دونتا أضيق يوبنان كأبي حدونا وربل تلدا عرق رجنو يعني لوجزو بودي كمان وحير الخلاف أمركو دعادي ونينك كلتي وكلكت أوتي هذا ور إفر أما توري سوق هذا تسيط دمرك سومالي دا توري سؤالها أقول فرب بدن هدنا لو يدي وحوي شيخ وسلانتي توريبي سوقاتو انا هردي دونتي كا قبات marka baxsan waayeen waad furantahay baan furitaan baan ku baxsaday miyan miyan furantaa misma ila naftaan kula baxsanahay wardu marka to raga toorida ka daayay oo biyaha adu kululaysanaysan iyo saliidana ad kululaysan ka daayay ya saxmaaha waxa loo baahan yahay in la isu sabro لا يصد القات هدي الصبر كيل لوايو وإن لو ضت شاور سينيلا يا وقت جاسال تشو جاي هذا قلنا أمين كان برنامج كم مدة عكرت أنا قلنا أمين كان مجرى وبين كره ورمحات طلع الله يسود تنازل مركع يا ورادونا حنك صوتك ورانونا وحى كب بدلو ورسيدنا أي يلا هلا وضت شا شيطان قال إسكن نارو هدي صعو ويدو لحدي النهوشي كصعو ويدو محاحقة وحاحقة برنامج أرنتها فوقينينا قويس كارنتي سنة ميل فوقها كتورينا وحاد سميسان داد إهل كأه
oo aqli iyo diin iyo garasho iyo waayo aragnimo u saaxiib ah talada u gacan geliya, waxay idinkula taliyaana raalli ku noqda. Waa midda qur-aanka kariimku leeyahay, fabacathuu xakama min ahlihi waxakama min ahliha. Waxaa ka horreysa isu tanaasulka, inaad xuquuqdaada qaar ka tanaasusho isagii kuu tanaasulo meel dhexal isugu yimaado. Waa midda qur-aanku ka cabiray, wain imra'atun khaafat min bacliha nushuusan aw icraadan falaa junaaxa calayhima an yusliha, haa hadday haweenaydu aragto ninkeedii oo ka sii jeeda yaa oo meel kale wax ku lisaya oo kalgacaylkii iyo jacaylkii iyo wanaaggii iyo mucaamalaadkiisii wax iska bedeleen oo dhinac kale usii socda, alla wuxuu yihi tabaaraka watacaala in ay markaasi tanaasusho oo xuquuqdeedii qaar ka mida ka tanaasusho, isagana dembi kasoo gaadhi maayo iyadana dembi kasoo gaadhi maayo. Waa middii ku dhacday Sawda xaaskii nabigeena sal alay wasalam, Sawda binti Zimca, Sawdata binti Zimca radia allahu tacaala canha wa can saa'ir ummahaati lmuminiin. Waxay ahayd haweenay iyadoo da' weyn buu nabigu guursaday sal alay wasalam, ilaa rasuulkeenu sal alay wasalam sideedaba dumarku goorsaday garoob bay wada ahaayeen marka caasha laga soo reebo. Qaar buu iyagoo waaweyn oo da'a nabigu guursaday sal alay wasalam. Sawda nabigu markuu guursaday way da'owday, waxooga waxay istiri amuu nabigu ku furaa. Markaasa waxay soo jeedisay rasuulka ilaahayow dee da'daasaan ahay yaa, tabcan waxay rabtaa inay xaasaska nabiga aakhara ka mid noqoto, waa wax weyn soo maa. Markaasa waxay tii rasuulka ilaahayow waxaan soo jeedinayaa habeenkii aniga aad ii imaan lahayd dumarkaaga mid aad ugu jeceshoo caaisho ku bedelo habeenkaasi, anigana xadhigu ha igu xidhnaado oo hay furin yaa. falaa junaaxa calayhima an yusliha baynahuma sulxa, tanaasul inuu yimaado oo ama isagii xuquuqdiisii ka tanaasul ama iyadu tanaasusho. Allah wuxuu yihi wasulxu khayr, in laysu tanaasulaa ka khayr badan gurigu inuu burburo soo ma, in laysu tanaasulo sulx iyo heshiis la galo ayaa horreeya. Haddii ay labadooda dhaafto laba ruuxo marka ehel ah oo caqligii iyo deganaanshan u saaxiiba oo diinta garanaya oo laisleeyahay wanaag bay ka shaqayn doonaan, talada ha loo dhiibo gurigana ha lagu xaliyo. Haddii labadaasi ay dhaafto oo markaa ay barako male noqoto oo lama wada noolaan karaa ay noqoto markaas, allahu ama duuleeya markaa wain yatafaraqa yugni llahu kullan min sacatihi, hadday markaa kala tagaan ilan gurigu inuu isu bedelo cadaab oo hooyadii ku cadaabanto oo odaygii ku cadaabmo oo ilmihii ku rafaadaan, markaasi waa in guriga laga saaro xaaladan emergensiga oo guriga markaasi si kale loogu taliyo, waana marxalada shareecadu ay markaa ogolaatay furitaanka. Fa imsaakum bimacruufin aw tasriixun biixsaan, wanaag in lagu wada joogo iyo wanaag in lagu kala tago. Markii wax walba la waayo markaa wax weeye in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahumaa, markaa go-aan waa in la qaato. Sidaasaa shareecadeenu ugu talagashay guryaha, nidaam bay u dejisay, xaaladda khilaaf yimaadana qaabkii loo xalinaya proceskii loo xalin lahaabay u samaysay. Inta ka horreysana ka hortag ilaa xilliga guurku bilaabanayo bay shareecadu kasoo bilaabaysaa, ilaa wadanooshada guriga lagu wada noolanayo ayay soo wadaysaa, ilaa khilaaf markuu yimaado sidii loo xalin lahaa, ilaa markii labada ruux ay ku qasbadanaan inay kala tagaan, xataa axkaamta ka dhalanaysa qaabka loo kala tegayo, shuruucdaasay diinteenu dejisay. Guryaha markaa ha la ilaaliyo, ilaahay ha idin barakeeyo. Hooyooyin baa tihiin, hablaad tihiin, mustaqbal baynu doonaynaa. Muxuu ahay geeri baa soo socota, maalmahan aan nool lahay keliya maaha, waxaynu rumaysanahay nolol dambaa jirta, nolosha dambe jirtaa ka muhiimsan midda maanta aad joogto. Midda dambe aakharo aynu ku tashanno insha allahu tacaala inaynu meel wanaagsan ka helno, intaynu adduunka joognana aynu ku dadaalno biidnillaahi tabaaraka watacaala inaan diinteenna ilaashanno. ilaahay wuxuu jideeyey wax dhaama ma jiro, xeer jajabna guryo kuma dhaqmi karaan, waxyaalo dhaxal ahoo laga dhaxlay ummahado horoo tegayna guryo kuma dhaqmi karaan, dhaqan gaalo laga soo ergistayna guryo kuma dhaqmi karaan, dhaqan gaalo laga keensaday guryo kuma dhaqmi karaan, guryuhu way ku burburaan, ayagaa guryahoodii burburiyey oo caruurtii qaxday oo hooyo kadeedan tahay oo aabba kadeedan yahay oo nidaamkii qoysasku u dhisnaayeen kulli baabi'een,
marka waxa weeye gacmahooda intay guryahooda ku kharibeen bay doonayaan inay innagana ina kharibaan. Saas daraaddeed aynu insha allahu tacaala guriga isku xunaantiisa iyo nidaamkiisa iyo xuquuqdiisa aynu ilaalina. Weliba dumarka dhankiina ka dadaala insha allahu tacaala. Hadda idinkaan idinla hadlayaa ragga munaasabada lagula hadlay waa munaasabad kale oo iyagana waa lagala hadlay wixii xuquuq ah, laakiin hadda idinka oo i hor fadhiya oon wax idin sheegayo insha allahu tacaala guryaha laga taxadaro hana la ilaaliyo. Guryaheennu hadday liibaanaan oo xasiloonidaa helaan, caruur fiican baa ka soo baxda, gabadh fiican oo qiimo leh baa ka soo baxda, wiil fiican oo mustaqbal leh baa ka soo baxa, caruur si fiican u fikiraysaa ka soo baxda. Laakiin guri hooyo iyo aabbe isku maran yihiin oo unqoorta isugu jiraan oo islaynayaan, caruurta ka soo baxda caruur sahlan maaha. Gabadh waxaa ka timaada iyo caruur confuse, maskaxdooda dhan baa ayna deganayn ayaa ka timaada. caruurta mustaqbalkooda saameyn weyn bay ku leedahay labada waalid iyo isfahamkooda. Xataa haddaad iskhilaaftaan oo dhexdiina khilaaf ka jiro, ilmaha dareensiinina, ilmaha dhexdooda ha ku murmina, hortooda ha ku murmina, hortooda ha ku dagaalamina, hortooda ha isku afdhaafina. Hadday ka maarmi waydo xaaladi timaado, caruurta iska saara ama banaanka uga baxa. caruurta markaad la mucaamalonaysana ha u muuqato laba ruux oo isjecel oo israba oo kalsooni isku qaba. caruurtu qaabka ha ku barbaareen, naxariista ha ku barbaareen, kalsoonida ha ku barbaareen. laba gooraba caruurta ha tusina wax la yidhaahdo khilaaf iyo dhib adiga iyo kaa dhexeeya, idinka dhexeeya ninkaaga. marka allah idin barakeeyo, guryaha laga dadaalo insha allahu tacaala. aada baad u mahadsantihiin, ilaahayna towfiiqda hayna waafajiya. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.